لباولو، باولو بيلم ويتقدم مع الرهيب على الطرف الايمن، ما مشى تباطى لكنه ما هو بطيء بيلعبها، الله عبد الملك يقول كش ملك، يقول كش يا زعيم، الاتي الذهبي الباشا يتقدم بهدف خيالي، يا سلام يا عميد ويا ثورة ديمتري، ويا هي ثورة بتستمر وثورة لم تخمد حتى الآن، الاتي الباشا يتقدم على الزعيم، وزيايا يقول كش يا زعيم وكش يا ملك في اللقطة الماضية، حطها من الكرات اللي لا تصد ولا ترد، مع احترامي ما يوقف أحد، يا السلام يا السلام، الاتي بالتخصص فالاتي الفريق الوحيد في السعودية المتمرد على بينزل نايف بيلعبها، يا السلام لباولو جورج، للاتي للعميد للباشا، الكرة بتصل بلنتي، بلنتي للاتحاد، ركلة جزاء تفرح القرني وربعه، تفرح كالديرون يبتسم، والاتي بأحلى ابتسامة، الحكم كان قريب والقرار كان سريع وما فيه تردد، وركلة جزاء تحتسب، ركلة جزاء تحتسب، الكرة في راسه ولا في يده، الكرة في راسه ولا في راسه يا جماعة، نور وحسن وحسن بذكريات الموسم الماضي وبنظرات التحدي، ونور الاتي وحسن التحدي، وإن من المتابعين يسجل الثاني ويقترب، التي في ليلة يفر فيها القمر وغاب عن الهلال، التي يسجل الثاني، الشعبة والشعبة يفرحون، ونور وضعها في المرمى، يا ليلي يا عيني يا سلام، آخر متعة يا نور، والاتي يتمرد على الزعيم، والاتي هو الباشا، الاتي هو الباشا، لكن لقطة كرة للاتحاد، للاتحاد الله أكبر، يا عميد يا اتي يا حديد، يأتي يا فرجة، يأتي يا ذهب، يأتي يا ديمتري، في الملعب اللي خسروا فيه خمسة ردوها بالثلاثة حتى الآن، كبيرة كبيرة، أول خسارة محلية للزعيم هذه السنة، بأمر العميد لقي الاتي، بأمر العميد الذهبي، بأمر الثمانيني، في الدقائق الثمانين، الثمانيني بيجيب الثالث، الله أكبر يا اتي، يا لشموخك، يا لكبريائك، يا لتحديك، يا لسطوتك، يا لتمردك، ماذا عساني أنا أقول، ما أقول إلا قول.